طلاب باحثين عقول علمية زعموا أنها طبعا عندما تحدث الإرهابيون جيمس ماتس ودان فورد رئيس الأركان قالوا استهدفنا كل ما هو متعلق بالكيماوي، يعني عن أي كيماوي يتحدثون في المناطق التي توجهت إليها صواريخ العدوان الأمريكي. وهذا يثبت مدى السوريون يعرفون هذه المباني العلمية تماما، وهذا أكبر دليل على أنهم كذبوا وما زالوا يستمروا بالكذب. وليس غريبا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي دمرت العراق بحجة الكيماوي، ذريعة كانت مشابهة لهذه الذريعة، وأيضا قبلها أفغانستان وفي ليبيا أيضا كان هناك تهم للجيش الليبي.